ماذا فعلوا؟ بدل ما يساعدون العراق في محنته، بعثوا المخربين والأموال والأسلحة لتهديم البنية الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية للمؤمنين في العراق، للشعب العراقي. تآمر مستمر. طبعا الله يفضحهم في الدنيا قبل الآخرة. هؤلاء يرتدون عليهم، هؤلاء الذين يدعمونهم. من أعان ظالما سلطه الله عليه. اليوم يسوون تفجيرات في العراق، بكرة يسوون تفجيرات ضدهم.